يا اخواننا يا اهالي بابل، اهالي بابل هسه قبل لحظات اجتني مره من الحيج، ما اعرف رجال من الحيج خوش واشتغل الرمي، انا قاعد بالسياره تونا ارد انزل وشوفوا هاي الطلقه اللي اجت، شنو ذنبي انا هسه لو ما يفيدني الجاي من الحيج؟ شنو هالاستهتار هذا؟ مو العتبة والحوزة والدين والإسلام والحكومة تقول ما كرمي، هاي هسه قبل دقائق أنا استولى دا أصعد بالسيارة، قاعد بالسيارة أرد أنزل كان تجيني طلقة وهذا مكانها. خوش بالحلة هنا بالحلة بنادر الأولى، خلي تشوف الناس، خلي يشوفون الجايين من الحجر اللي ذولا جماعتهم اللي جاي يرمون. هي هاي الأخلاق؟ هي هاي الأخلاق؟ هي هاي اللي تعلمتوها؟